أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وأسئلة كثيرة جاءت تسأل عن تنظيم القوانين الوضعية وتقنينها، وعن حكم المبدل لشرع الله عز وجل، هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ لا يجوز تنظيم القوانين الوضعية وتنظيمها وتقعيدها، لأنها من حكم الطاغوت، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، كتابتها وتنظيمها وطباعتها، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لأنها حكم الطاغوت. وأما التبديل، التبديل هذا ما يجوز لأحد يبدل شرع الله، تبديل، ولكن الاستبدال، أنه يستبدل شرع الله بها ويجعلها محل لشرع عن شرع الله ويحكم بها، هذا كفر. قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا ما يسمى تبديل، هذا يسمى استبدال. أما التبديل لو بدل الآيات وحط محلها غيره، هذا التبديل، أو بدل ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل مكانها غيرها كما فعل اليهود في التوراة، هذا التبديل. نعم.